أقلوم أبرم أشتر أوكي الله حي الله في تسريحة صفيحة من الناس ونبيها في لحية صريحة بديك النصيحة في قصة جديدة ما في بجريدة وزدت التدريدة سيدة يا حديدة وكل يوم حكاية عجلت وما شجاية بتمشي بالرحاية نبوه للنهاية. المغلوب هيغسل شنو؟ هيغسل ريتك يا جماعة. عليكم والله عليكم والله المسلسل زمان جاء خلونا نحضر ليش هذا مش هاد واحد جو يا مير يا الهدف السحري كل ربنا كتير الحمد لله. المغلوب ماشي وين يا مغلوب؟ ماشي في داهية. خلصنا الطير؟ الريت عم باي الريت عم باي الرايب مربوطه من وين؟ من الإمام بتاعه كده بالراحة كده الزول يحضر المسلسل بس يا بنت ما عندك امتحانات؟ امتحان شنو؟ الجامعة. جامعة شنو؟ ووب علي ووب أداني عرش وجيب أولاد خليك يشوف دي ما حالة دي بيجيب أولاد بيجيب أولاد وبنات واو يا المس فيك تخلاص فيك تخلاص فيك تخلاص لا لا الامور شنو اخذت كراتين دي ما تشغل كراتين بقيت ولا شو وريناك يا دكو كمان يا شنو يا دكو يا شايف كل مره جايب لك كرتونه وطالع بالحاسه ما في كراتين عادي شهريه ما وريناك يا دكو يا شهريه شهريه تقدم كل يوم ما خلاص يا اخي ما قاعد اجيب لك منك الشهريه يا اخي ما كنا شيء لكن ما انا ما يا لو انا بكلم جناب حسن بعد لانه اوكي يا ماما شنو يا لو لو امورك يا فردة سمعها شوية يا لو لو يا فردة شهرية بتاعتك اللي لا لا في شهرية لا خلاص تمام ايه يلا امرار رينا اوكي جميلة الاصفر لو عايز تصحر ايه الاصفر كده اللي ما عجباني يا زهراء حسن لازم تجي تتقدم لك السلام عليكم السلام عليكم رازل محمد حسن وتابعنا المخدرات مساء الخير يا جنوب عندنا نزيل هنا نزيل؟ شنو؟ ليش تقدمنا انا هنا؟ اسمه صابر لولو صابر لولو؟ ايوه شكرا صابر لولو دقيقة صابر لولو في شركة 17 في الطابق الثالث بجيبه حسن تسريع انا ما عندي معنى على غزولة طابق طوالي تتابع يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا تخطي جمال احنا قاعدين سال مدرش مدنين سنة دي اصب مصايب حسن التزريع سوقه سوقه انا ما عندي معاوية شغلة دي مصايبه سوقه او ماي جاد اجد شنو يا لينا لا انا صراحه ولد عمي عايز يجي يتقدم لي وابوي قال عايزه ولد عمي يعرفك من وين هو ولد عمي كيف يعرفني من وين او ماي جاد
وابوكي متكيف منه؟ اي متكيف منه شديد. متكيف منه ليه جبل ولا شاي هو؟ متكافي. ظريفه خالص. واسمه منو العميق ده؟ اسمه عمران. مصران؟ عمران. اوكي عمران عمران عمران. ده عنده عجله دبل زي كده؟ عمران مش لما عند عمران. عنده شنو يعني؟ عمران عنده نيسان باك وعنده عربات وعنده مزارع وعنده بيت. استنى شنو عنده هو ماله؟ ما ده انت كيف عنده؟ هو ماله عنيد كده زولا. عنده عيني احسن. انت الليلة لازم تجي البيت. تعال البيت بس. طيب وكده عنده كل الحاجات دي يا زهرة؟ ما تتزوجي منه؟ انا ما عايزة. انت عايزة مين؟ عايزك انت. او ماي جاد. او ماي جاد يا ليلى. تفضل معانا يا شاب. الله يدينا ويديك يا حبيبي. تفضل معانا. تفضل مقابل المخدرات معك. مخدرات؟ حسن تسريحة انت؟ ايوه انا حسن تسريحة. تفضل معانا. دول غضوا عليك. انا بريء اوكي. فيشنو؟ تفضل. فيشنو؟ حسن. تفضل. ليلى؟ فيشنو؟ ليلى حصريني اوكي؟ اوكي ممكن انا اعرف هنا ليه؟ جايبيني؟ عايزني اجيب. ممكن انا اعرف انت تجيب لي الفرقة دي اوكي؟ الو اسعد. ايوه مرحبا. ده الموضوع منتهي. ايوه. ايوه المريم طبعا. خلاص كويس. اسمك مريتا؟ عارفني انا مينو انت يعني؟ حسن تسريحه. اوكي صعب افكارك. حسن تسريحه؟ يس. حسن تسريحه؟ شغال شنو حسن تسريحه؟ انا شغال شنو؟ ايوه زي ما شايف لا يعني رايد. شغال شنو؟ شغال سيكيورتي. سيكيورتي عمال قطاق لشغل فندقيه اوكي؟ حافظ الامن والسلامه هناك اوكي؟ جميل جدا جميل جدا. شغلكم ممتاز يا كوري صح؟ مهمتكم شنو؟ حماية المواطنين داخل الشقق. حماية المواطنين. طيب جميل جدا. عندكم واحد بيقول له صابر لو لو تعرف نزيل عندك صابر. او ماي جاد هير شعر سو ما بعرفك شعر اصلي صابر لو لو الشقه 17. ايوه اوكي. ايوه نزل عندنا قبل اسبوع كده تقريبا. ايوه اتحررت منه. ايوه اتحررت منه. اول شيء ما عندي جراحات ما عندي تسريعه. تكلم معك جادا. اوكي ما سهوا لو روح سكناه معاه. اتحريت بينه لقيت انه اي زول عنده صلع لو نزل مش العمار اوكي؟ يعني حد مش العمار. الزول هذا مش عارف سكناه معاه اوكي؟ في حاجة عمل حاجة زول عمل حاجة؟ ده عمل بلاوي. عمل شنو؟ زول ده تاجر مخدرات ديلر في المعلومة دي؟ يعني زول ده جايين وراه كم؟ شهور مراقبينه. وست حاليا جاي تاجر ديلر. تاجر مخدرات؟ في العمارة اللي انا شغال فيها؟ ايوه تقول لي شغال وعيلي وبتاع. او ماي جاد مروج ديلر في العمارة اللي انا فيها؟ ايوه. سنت سريع انت ما شايف شغلك ولا ما شايف شغلك؟ انت قبضت زول ناس هنا؟ قبضناه. لازم يتعاقب. شغالين انتحر. لازم يتعاقب. السجن الان ضرب يدمر الشباب. سنت سريع يدمر الناس. شكلك ما فاهم اي حاجة. احنا لازم نعمل معاك شنو؟ تعهد. تكتب تعهد كويس ان انت تتحرى عن اي شخص يجي. اوكي انا حاكتب التعهد اوكي لانه انا حاخذ الشغله دي. لازم تجيبوا زول صح المكان صح. انا شايف شدك الشغل عشان كده انا من اصح اطلع الشرايط دي اوكي. جيبوا زول صح في المحل الصح. انا حاخلي الشغل ده وانتوا تجيبوا لك واحد يكون اكفى مني في الشغل ده عشان البلد ما تضيع اوكي. افضل تفضل بلاوي.